الطفاش أو ملك الكوميديا البحرينية، وألقاب كثيرة أطلقت على الممثل علي الغرير اللي فارق الحياة اليوم بنوبة أو فارق الحياة بنوبة قلبية عن عمر ناهز 47 عاما. غياب الغرير ترك حزنا كبيرا في قلوب محبيه من الخليجيين والبحرينيين بشكل خاص، وانعكس هذا الحزن والمحبة للغرير في السوشيال ميديا بهاشتاجات عدة انتشرت فيها تغريدات النعي وفيديوهات من جنازته وأعماله الفنية طبعا المتنوعة، وهذا كان أبرز الهاشتاجات المتصدرة. وفي تشييع جثمان الغرير وبعد دفنه التقط فيديو لرفيق دربه الممثل خليل الرميثي وهو يبكي. هذا المقطع انتشر بشكل واسع على تويتر، واستذكر متابعو الفنانين أو الفنانين أبرز مشهد للغرير والرميثي في مسلسل سوالف طفاش، وربطوا بين المشهدين الحقيقي والتمثيلي. خلونا نشوفهم مع بعض. بردان شوفي ما في شيء، بردان يا لك يا ما هددني بروحي البحر. ويا الشباب كمان